احنا لسه مع حضراتكم متابعين اليوم السابع من عزاء الشيخ هاني الشحات رحمه الله عليه امام مسجد الارقم بمدينه نصر الذي وفاته المنيه امس في حادث ابكى قلوب جميع المصريين. احنا معانا عمه الاستاذ سعيد النجار من داخل المسجد اللي الشيخ هاني رحمه الله عليه تبرع بيه من ملكه الخاص لاهالي القريه. اتفضل يا فندم. الشيخ هاني الارض اللي بنى على المسجد 16 اراضي منهم اربعه للمسجد، هو بنى مرحله اولى وبنى عليها مجمع اسلامي ودار تحفيظ القران. انا بشطبهم ومشتغلوا يبدا في المرحله الثانيه. هو بناها من ماله الخاص من مال والده. أيوه. ابو سايب له فلوس. أيوه. عشان المسجد. ايوه ايوه. حتى ما تبرعش باي حد بالقريه باي حاجه او بغدا حتى. كله من بيت الشيخ هاني. أيوه. وكله من ماله. ودي وصيه ابوه. والشيخ هاني الله يرحمه كان في نيته خير كتير جدا للناس و عيادات طبيه وحاجه كويسه يعني. الاهالي هنا بيقولوا لي ان قعدوا تقريبا نص ساعه ما عرفوش ينزلوا الجثمان من سياره الاسعاف. حصل من اهل القريه. اه. حصل من اهل القريه، مش عارفين، احنا مش طايرينه اصلا، مش عارفين نزلهم العربيه من الناس. اه. محبه كبيره للشيخ هاني رحمه الله عليه. طبعا اهل القريه كلها بتعزه. اهل القريه كلها بتعزه. لانه محبوب جدا. من صغره. احنا بنورى حضراتكم المسجد، مسجد النور. بقرية شبرا العنب لتبرع به رحمة الله عليه الشيخ هاني الشحات من ماله الخاص، وهو وهبه صدقة جارية على روح والده ووالدته. يمكن كمان صديقه الشيخ أحمد صديق عمره قال لي إن الشيخ هاني رحمة الله عليه يمكن قبل وفاته بحاجة بسيطة كان كتب على صفحته على الفيسبوك اللهم أحسن ختامنا. يمكن على بعض امطار بيوجد عزاء الشيخ هاني يعني، وعدد كبير جدا من الاهالي متواجدين لتقديم العزاء. تعدد الله يا شيخ.